انا واحد منكم حاسس بيكم، عارف ان نصيه ما اتجوزش، عارف اننا تعبانين، بس واحده واحده. شوفوا الهند بدات من الهند بدات من تحت. ده انا اللي نفسي اتكلم عليكم. مش هي دنيا الصياد دي فيها شنب منها بس. ازيك؟ اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ خلاص يا بابا. ايه؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ ازيك؟ ده الحكاك الكبير. اتفضل. ايوه هي دي مصر. هنمسك نفسنا هنتجوز كلنا. هنمسك نفسنا هنتجوز. خلاص. بس يا استاذه انت تعرفي لعبت لباس بول منين؟ ايه الباس بول ده دي؟ ليه كرة القاعدة انت مالكيش في الانجليزي ولا ايه؟ خير الله ما جعله خير. ما شاء الله بيت سيادتك اكبر من مدرسة القرمان. لا ده مش بيتي. امال ايه ده، ملجأ ده ولا ايه؟ لا مش ملجأ، هبعت لك عنوان بيتي في مسج بالمواعيد. شكرا يا ديزا. ده شكرا لك انت ست هانم على الشغلانه الحلوه وعلى زيارتك لينا. تصبح على خير. الحمد لله على السلامه. مفيش عشاء ولا ايه؟ ولو قلت لك ان احنا عايزين دنيا. لا هندفع يا راغب. انا مش هكررها يا ريت. بس صدقني الرقم المعروض واو، كان لازم تسمعه. برضو لا. اوكي راغب. هلو دونز. هاي هاي هاي. والله كنت هزعل لما كنت شفتك قبل ما امشي. يا خيرتك كنت زعلت. اخف دم في الدنيا يا دنيا. وانت دمك يلطش. باشا دونز، راغب افكر في اللي انا قلت لك عليها. لو تعرفي اللي دم يلطش ده عايز يدفع فيكي كام وترجعي؟ طب ما تسيبني ارجع وهو تستفيد بالفلوس. كان زمان يا حبيبتي. فرقت ايه دلوقتي عن زمان؟ زمان كان فرق معاك تعيشي، دلوقتي لا. قصدك زمان كنت عايشة، دلوقتي لا. اديني مضيت حضور، ممكن امشي؟ كان انا غلطان ان انا كنت عايز اشوفك. واديني جيت يا راغب. مش فارقه. مالك يا بنت مخطوفة كده ليه؟ شايف البيت؟ يا لهوي، شايف التلفزيون كبير ازاي؟ دي أصغر شاشة عندها يا بنت، ده عندها سيما صيفي في الجنينة، ودي بتروح سينما زينا بيجيبوا لها الأفلام لحد عندها. عندك حق، هما كل الممثلين كده واكلينها ولعة. أهلا وسهلا، اتفضل العصير. زيد فضلك. تعيش. ما تعرفناش. أنا بدر الديزل. كنت دوبلير ويل سميث في أمريكا ودلوقتي دوبلير محمد رمضان في مصر. أمريكا مرة واحدة؟ هما ليه؟ انا اللي مغير الاكشن في مصر الخمس سنين الاخرى لو انت ملاحظه يعني. لا ده انت حكايه. الحمد لله. انت بقى تحكي لي من اولها لغايه الاستاذه ما تنزل. وامك طلعت اكلت ام حسام وبعت ذهبها وسافرت امريكا بجواز سفر مضروب باسم جرجس يوحنا ميخائيل كيريوس. يعني حتى بدي كنت دوبلير، سافرت باسم غير اسمي ودين اهله كان غير دين اهلي.
وبدأت في أمريكا من تحت السلم، كلت من الزبالة خلتم حسام. في مرة كده وانا في الشارع لقيت واحد خارج من نايت كلاب بسكران، كان ويل سميث. خدته سددته لحد عربيته وحتى استنطق وطرطش على بنطلونه. المهم قلت له يا ويل وقف جنب أخوك، أنا الدنيا حاطة عليا هنا في أمريكا واللون بيحن يا جدع. المهم قال لي ياد أنت شكلك شقي، هشغلك معايا دوبلير هنا. وشغلني فعلا دوبلير أول يوم بهرت المخرج، وعرفني على إيدي ميرفي برضو ممثل شبهنا بس أغمق حبتين. والدنيا حلوت وزهزهت، واشتريت بيت على النيل في أمريكا. كنت جري حانة والناس كل النجوم دول كانوا في نفس المنطقة، منطقة خاصة بالنجوم بس. هوب الحكومة طبت عليا وعرفوا إن ورقي مضروب ورحلوني على مصر. حتى القرشين اللي جمعتهم ما لحقتش أرجع بيهم. أنا مش زعلان إني اترحلت، زعلان إن ويل سميث طلع مش رجولة معايا. بعت له رسالة وأنا في الإسبورت، قلت له أنا في شدة واقف جنب أخوه، ده إحنا لون واحد. بس أنا قلت الفنان سمعة وهشرده في الوسط الفني بالكامل. بعت رسالة لسبيلبرج. قلت له إيه؟ قلت له ينفع سبيل اللي عمل ويل؟ وهو قال لك إيه؟ قال لي ويل يا ويل. أنت يا واد كداب. إيه؟ بقول لك أنت يا واد كداب. طبعا كداب يا شيخة، وده كلام يعقل. أنا قلت بس إيه نضيع وقت على ما الهاني بتنزل. ما كفاية لك توعدني. عفاف هتساعدك في البيت وديزل هيبقى موجود مكان عماد. تحت أمرك يا نجم. ما تخلص يا ديزل. كيف وصل شرف أشرف محسن؟ مش هوصيك؟ هي على طول عصبية كده؟ أبدا، ده لما المزغود ينرفزها بس. المزغود مين؟ ممكن ترد عليا؟ ندى ما تقتلتش، ندى انتحرت. البوليس هيربط يا راجل، مسيره هيربط. يربط ايه بايه؟ واحدة غرقت نفسها في الترعة والتانية اتقتلت على سريرها في بيتها، ايه العلاقة؟ روحي روحي افصلي افصلي، هتبقي احسن لما ترجعي. وان ما رجعتش عادي، هرجعك زي كل مرة. طب انا بجد بقى مش راجعة المرة دي. اتجننت يا ابني ولا ايه؟ دي اوامر راغب بيه، عايزك جوه. وانا مش داخله. واحنا ما نقدرش نسيبك. اوعي يا حبيبي ايدك. يا هانم دي اوامر، وانت عارفه ان دي مش اول مره، بس اخر مره. حد تاني مزعلك جوه يا استاذه؟ انت ايه اللي انت عملته ده؟ وانا جاي بسوق ولا بلطجي؟ امال عايزين اعمل ايه يا استاذه؟ العيال كانوا بيمدوا ايديهم عليكي. لا والله، انا قلت لك تتدخل. انا اسف يا استاذه، والازاز اللي اتكسر ده باخصمين مرتب. يلا ما شاء الله عليك ستاني، لو نسيت ستارز الفستان ده صح؟ حقك علي ستاني، ما تشغليش بالك. وبعدين فهم أصول الشغل، وبعدين أنا جات عليكي، ده أنا بيتشخط فيا من يوم ما اتولدت. بس مش معايا يا ديزل، أنا غير. ده حاجة أشوفها لعمة، حضرتك غير اي حاجه في الدنيا. طب عامه انا جبت لك حاجه برضه عشان ما تزعلش. هديه لي انا؟ اه انا ممكن اسرق دلوقت. بالحلاوه دي والله العظيم يا ستي، انا مش عارف اقول لك ايه. قولش والله. الماج في ايدي الشمال وقاعده كده. تلفزيون دم على كتاف. ياسر يا ريس. يلا صلحها. قاعد يلا اتفضل يا ريس.
انا اسف جدا يا جماعه. يلا يا سيدي كاست جاهز بعد الشوط. 30-1 اول مره. انا لو احمد بيحبني زي ما عمر بيحب كده انا كنت اتجوزته من امبارح. بس انت كده غاويه تجري ورا اللي بيقلبك. انا عارفه انه بيحبني. لو احمد بيحبني زي ما عمر انا عمري ما هتجوز واحد بتاع نسوان. بس انت كده طول عمرك بتجري ورا اللي يقلبك. مش يمكن هيتغير؟ اديله فرصه جربي. اتفضلي يا استاذ. تسلم سنتك. خد منك الملك. ودي معاها من امتى؟ اول مره تيجي معاها النهارده. ماشي. اعرف ايه نظامها وبلغني قبل الكاستنج. تمام يا راغب. بقولك شفتك على فكرة. مين الأخ؟ مين الأخ؟ بسأل عني وانت تعرفي مين الأخ. معنى انك اتصلتي يبقى عرفتي مين الاخ. انا برضو مش فاهمه انت عايز مني ايه. انا شفت عينيكي بتلمع وانت واقفه في اللوكيشن وبتسمعي حوار دنيا السراد مع نفسك كمان، فقلت اسالك سؤال. ما نفسكيش تمثلي؟ داني يا بص،